السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة. اليوم غادي نقدم لكم هذا الموديل اللي كنتمنى يعجبكم. هو كيجي بلاصة العقادي، كنجمعو به الجلابة ديالنا، كيجي رائع. كنتمنى أنكم تشاهدوا الفيديو حتى النهاية، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا الاشتراك، تدعمونا بواحد التعليق تحفيزي، فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد إن شاء الله. بركة الله، هاد الخدمة هادي اللي غادي نديرو دابا كنديروها بلاصة العقادي، يعني كنعوضو بها العقادي. كاين اللي مكيبغيش الخدمة ديال العقادي، كاين كل الأذواق كتختلف، ما عليناش، حنا كنديرو هاد الخدمة هادي. كنديرو الدريز ديالنا، الطريقة ديال الخدمة الدرس هي هادي. بالنسبة للوانات ما تديوش على اللون، أنا كنوريكم الفكرة اللي كنتمنى توصل لكم وتستافدوا منها أينما كنتم. يعني بالنسبة للوانات أنا لا علاقة لكم، نتوما كتخدموا باللوانات اللي كيناسبوكم، داكشي اللي كتخدموا. أما أنا كنوريكم الفكرة، وما عليكم نتوما إلا ديروا، يعني تنفذوها في واحد البياسة اللي كتكون باللوان ديالها اللي كيتناسبوا معاها. ومهم كنبداو الخدمه ديالنا على هذه الطريقه كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهاد العوينات كنديرهم واحد شويه محلولين، ما كنسدوهمش بزاف، كنخليوهم محلولين، لان ملي كندير واحد التخراص ديالنا ملي كنبغيو نزوقو كنديرو داك الزواقه، كيبقى لينا واحد لي سباس فين كتدخل الابره وكيتسع داك الطرسان، لذلك خصنا نخليو واحد لي سباس. كنبقاو غاديين نخدمو بحال هاد الطريقة. هادي العوينات انا ديجا حط فيديو في القناة، يعني كيفاش تخدمو العوينات بحال هادو، ولا الدريس، ولا كل واحد وكيفاش كيسميه. كنبقاو غاديين حنا كنخدمو، وكما كنقول لكم دائما بالنسبة للخدمة ملي تكونوا كتغرزو ما تكتروش الغرازي بزاف في اي خدمة. اي خدمة كتبغي القياس، والقياس هو هذا اللي غادي نقول لكم انا، ثلاثة ديال الغريزات كافيين، سواء العقدات ولا لهاد الدريس هذا ولا اي حاجه بغيتو تخدموها، كيكونوا ثلاثة ديال الغريزات كافيين كما كتلاحظوا معايا. كاين اللي كيقول لك بانه كيبقى يدير في الغرزات بزاف بزاف بزاف، ومع ذلك هاد الدريسات هادو ما كيبغوش يجيوه واقفين بهاد الديكور هذا، ما كيجيوش واقفين، يعني بالاخص السيدات اللي كيتعلموا وكيطيحوا في هذا المشكل هذا، لذلك كيبقاو يكثروا الغراز على اساس انها غادي توقف لهم هذه العوينه هذه، وغادي تجي مثلا في بلاصتها المناسبه. ولكن العكس، العكس، لان الطريقه كيفاش خصكم تخدموا، ولا الطريقه ولا التقنيه باش كتدخل الابره في المكان ديالها المناسب، هي اللي كتخلي الدرسه ولا العقده ولا اي حاجه كتجي واقفه وكتجيش فيها العيب. كنديروا كما كتلاحظوا معايا كندورو الطرسان بهاد الديكور هذا. علاش كندوروه؟ لان كنبرمو، كنزيرو كما كتلاحظوا، الا درنا هكا كيتفسخ، ولكن ملي كندورو الاتجاه الاخر كيتبرم، ملي كيتبرم كيعطي لينا واحد العوينه بحال هاد الطريقه هذه. كنتمنى تكون الفكره وصلت. ملي كندخلو الابره ديالنا كنبغيو نخدمو، الابره ما كتقيش في هاد الطرسان هذا اللي كيجي من الداخل الا كتلاحظوا. كنتمنى تكون واضحه، الفيديو يكون واضح وباين قدامكم. بالنسبه اللي شافت الجوده ديال الفيديو ماشي هي هذاك، كاين الريجلاج في اليوتيوب تقدروا تريجلو الجوده ديال الفيديو باش تناسب الاخر، الشبكه اللي نتوما متصلين بها، يعني كما نقولوا اليوتيوب كيمشي على حسب النسبه ديال واحد الشبكه اللي نتوما متصلين بها. الا كانت شبكه قويه فهو كيحط لكم فيديو بجودة عالية، وإذا كانت الشبكة ضعيفة كذلك كيحط لكم الفيديو بواحد الجودة اللي كتناسب داك الشبكة اللي نتوما متصلين بها. لذلك بتصحح هذه المعلومة، أنا كنحط لكم فيديوهات يعني بصورة واضحة، كنتمنى تصححوا هذا الريكلاش. ما علينا، نبداو نخليو في الخدمة ديالنا. كما كتلاحظوا معايا كنبداو نضربو في الطرسان الاخر، وهذا ما كنديروش فيه ليبرا نهائيا، هذا اللي كنخدمو فيه. هذا كما كتلاحظوا هذه هي الضربه الاولى درناها فيه، ملي كندورو كنبداو بحال هكا كنخدمو كما كتلاحظوا. كنتمنى ما يكونش الفيديو طويل، كنحاول ندير الفيديوهات قصارين، ولكن كما كتعرفوا الا بغيتوا الفكره توصلكم
كيخصكم تشاهدوا الفيديو للنهايه ديالو وتتبعوا التعليمات ديالي باش منين تبغوا تخدموا ما تلقاوش واحد المشكل. يعني كتسهل عليكم ملي كتكونوا خديتوا واحد الفكره اللي هي 100%. كما كتلاحظوا انا كنخدم بالنسبه ليا موالف، يعني كنخدم عادي، كنبقى غادي كنخدم جوج ضريبات ثلاثه، كما قلت لكم ثلاثه هي انسب، ثلاثه ديال الغرزات كيكونوا كافيين باش هاد الخدمه ديالنا كتجي واقفه كما كتلاحظوا معايا. ودابا كما كتلاحظوا من بعد ما سالينا انا كنخدم غير هاد شويه هذا باش كنوريكم الفكره، هذه مجرد انكم تستافدوا تاخذوا الفكره كيفاش غادي نخدموا. دابا كنوليو نبداو من هنا، بما انني انا غادي نفتق هذا الشيء هذا اللي كنخدم بلا ما نحتاج ان نثبته بالغراز، ولا يعني كنخليه على كما هو، لان ملي يتسالي الفيديو ان شاء الله غادي نولي نفتق هذا الشيء هذا. كما كتلاحظوا هذا واحد القفطان، يعني انا كنوري لكم عليه هذا الشرح وصافي. دابا كما العاده كنمشيو بحال الخدمه اللي كنديروها هنايا في هذه الدوره الثانيه ولا هذا الدرس الثاني هي اللي كنديروها في التوب، يعني ما فيها حتى شي تغيير. كما كتلاحظوا الغرزه الاولى كنشدوا بها الطرس انا هو تشد، كندوروا العوينات ديالنا وكنعطيوها الغرزه الاولى الزوجه، يعني ثلاثه، هذه وحده، ملي كندوروا العوينه كنزيدوا وحده جوج صافي، هذه وحده، هذه جوج، ثلاثه. الا كثرتوا اكثر من هذا الشيء هذا حاولوا انكم تركزوا وتسيطروا على هذه الفكره هذه مزيان في الذاكره ديالكم باش تسهل عليكم الخدمه. كما كنقول لكم داك كثرت الغرز كنلقاو فيها جوج ديال بزاف ديال المشاكل، من بين انها كتكمش لينا الجلابه ولا القفطان ولا اي حاجه اللي نتوما خدامين فيها كتكمشوا، ومن بينها كتاخذ لكم بزاف ديال الوقت. يعني انا هنا كنضرب كل عوينه كتاخذ ليا 6 ديال الغرزات مثلا، 3 ديال الغرزات، كل دريسه كتاخذ 6 ديال الغرزات. الخيط ديال الابره منين كينقص وما كيبقى، منين كتنقص لكم الخدمه كتبقى تخرج الابره كتعاقدوه على الطريقه هذه، كتعاقدوه باش ما كيبقاش يطيح لكم منه الابره كما كتلاحظ. ودابا كما كتلاحظوا من بعد ما سالينا الخدمه الاولى والثانيه هذا هو الشبيكه ديالنا، نقدروا نديروا ثلاثه، نقدروا نديروا اربعه، نديروا خمسه، نديروا سته، يعني داكشي اللي تقدروا ديروه تقدروا تخدموا به وتخرجوا منه الاشكال. اليوم غادي نوريكم هذا الشكل هذا، كنتمنى يعجبكم. دابا غادي نجمعوا، بالنسبه للجمع كذلك ما غاديش نكثروا فيه الغرازي بزاف، بحالو بحال اي خدمه، عجوج عجوج، يعني بالنسبه للجمع كل عوينه كتاخذ لينا جوج ديال الغرزات كافيين باش انها تجي مثبته مزيان وما تجيناش العوجيه. ومنين كنكونو كنخدمو بالاخص منين كنكونو كنجمعو الهبطه بهاد الشبيكه هادي نحاولوا نركزوا على العبار بزاف، يعني شحال ما قد ما حنا كنخدموا وحنا كنعبروا قد ما انتم كتخدموا وكتعبروا. بالنسبه لي انا مثلا حريفي ما غاديش نحتاج نعبر، ولكن انتم كمبتدئين كتحتاجوا ضروري تخدموا وتعبروا، يعني قد ما خدمتوا واحد 10 سنتيم عبروا الهبطه ديالكم باش ما تجيكمش وحده زايده وحده ناقصه، وباش ما تلقاوش داك العوجيه كتديوهم فرحه اليد، يعني كيمشيو في الراحه ديال اليد بجوج بيهم، لا سواء هذه اللي ما فيهاش الضرس سواء هذه. كما كتلاحظوا ما كنجبدوش هذه، الا جبدنا كنلقاو مشكل، ولا جبدنا هذه غادي نلقاو مشكل، يعني كنمشيو بهم في التساوي. كنتمنى هذه المعلومه تكون واضحه وتوصلكم، يعني كنمشيو بالتساوي، والا في حاله ما هذه كتكون واحد شويه ديال الضغط عليها، هذه كتكون واحد شويه ديال الضغط، لان ضروري ما غاديش تحسوا غادي تلقاو راسكم كتجبدوا هذه الجهه هذه، هذه اللي شاده كتحس كتجبدوها بدون ما تحسوا، لذلك كيخص هذه يكون عليها واحد شويه ديال الضغط باش باش كتمشي يعني متوازنه وتكون الخدمه هي هذيك. كنتمنى الى عجبتكم هذا
هاد الخدمة هادي وعجبكم هاد الفيديو هذا، كنتمنى ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم اللي يقدروا يشجعونا باش اننا ما نبخلوش عليكم حتى حنايا بالافكار وبزاف ديال الخدمات كاينين ان شاء الله. بارطاجوا هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي عنده اهتمام بهاد المهنة، تشجيع لنا. كما كتلاحظوا جوج ديال الغرزات في كل عوينه، صافي خرجت لي برا، ما غاديش نزيد. انا كنوريكم على الفكره، وهذا الشيء هذا كافي باش نطبقوا عليه الفكره ديالنا. كما كتلاحظوا، الا كتلاحظوا معايا، راه ما كاينش العوجيه نهائيا، ما كاينش العوجيه، غاديه مضبوط. داك الشيء كله طريقه الخدمه، يعني الا جبدتوا هذه غتعطيكم مشكل، جبدتوا هذه غتعطيكم مشكل، لذلك كيمشيو التواسي، يعني كيمشيو متساويين مع بعضياتهم. دابا غادي ندير واحد التخريصه، كنحتاجو هاد الابره هادي اللي كتكون هاد العوينه ديالها غليظه شويه، باش كيقدر يركب لينا هاد الطرسان هذا. بالنسبه لهاد الطرسان هذا راه كيكون غليظ شويه، هذا ديال جوج دارج، جوج خيوط كما كتلاحظوا، كيسهل علينا باش نركبوه بسهوله. ودابا غادي نوريكم كيفاش ديروا تزوقوا هادي. كنديروا جوج عوينات هنايا كما كتلاحظوا معايا، جوج كندخلوا في الثانيه اللي بعيده، كنوليو لهاد. بالنسبه لهذا ديال التخرس، انا كنديرو الطرسان، كاين اللي كيبغي يديرو مفتل، كل واحد وكيفاش كيبغي يخدم به. بالنسبه لي انا المفتل ما يصلح ليش، ما كيعجبنيش في الخدمه، وما كيجيش متقون، وما نقدرش نزوق به لانه كيعصبني بزاف. الطرسان كيجيني ساهل وما كيديرش هذا، كيبقاش يعني يتخرس بزاف كما كتلاحظوا. دابا انا هادي راه البداية، غادي نتجاوزها نقدرو هنايا. بالنسبة لهاد الخوية هادي اللي بغيتو تخليو جوج هنايا خاوين ولا تخليو وحدة، انا كنفضل نخلي جوج. كما كتلاحظوا كنشد جوج مع بعضياتهم، كنحزمهم وكننتقل لهادي، وكنبدا نخرس بهذه الطريقه هذه، يعني غير هاد الجوج، هاد المحيط هادو غير بيناتهم كما كتلاحظوا، كنتمنى تكون واضحه، غير هاد اربعه بيناتهم هما اللي كيدور بهم، يعني كندورو بهم بهذه الطريقه. كما قلت لكم هنا عندنا اربعه ديال العوينات، واحد جوج ثلاثه اربعه، يعني غير في هذا المحيط كنبقاو ندورو، وكندير لهم جوج ديال المرات كما كتلاحظوا. كنخدموا هذه هي الاولى، هذا الا كان كيتعقد لكم بزاف كتبقاو تفسخوه، ولكن ماشي بزاف، عاوتاني ما تفسخوش بزاف، الا فسختوه كيولي مفسوخ بزاف، كيجي داير بحالو بحال الصابره، لذلك كتمشيو معاه غير بالقياس. كنخليو هذه هي التاليه كما كتلاحظوا، هذه ملي كنسالو كنخرجوها بعيد، انا غلطت وجبتها لداخل. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل اللي كتعطينا ملي كنسالو، شكل مربع ولا مهم نتوما تقدروا تسميوه، انا كنسميه مربعات، مربعات صغير، كاين الكبير وكاين الصغير، هذا مربعات صغير. كما كتلاحظوا معايا كنخليو جوج خاويين، وكنمشيو كنعمرو في جوج اللي من موراهم، يعني الا جينا نقولو بواحد الطريقه واحده اخرى، يعني كيمشيو اربعه اربعه، جوج كنعمروهم وجوج كنخليوهم خاويين. كنتمنى تكون الصوره واضحه وتكون يعني باينه قدامكم. كما كتلاحظوا اللي ما مشتركش في القناه وصل دابا وكيشاهد في هذا الفيديو، كنتمنى يشارك، ما يبخلش علينا لان ما غادي تخسر والو، بالعكس تشجيع لنا
باش نقدموا المزيد. كما كتلاحظوا كنخليو جوج خاويين وجوج كنعمروهم. الى جينا نضرب واحد المغز اخر، اربعه خاويين اربعه عامرين، اربعه خاويين واربعه كنعمروهم، وكنمشيو على الطريقه هذه. ديما كنبداو من هذا الجانب الايمن، يعني كنبداو من الجهه ديال اليمين. كما كتلاحظوا كنحسبوا واحد جوج ثلاثه، والرابعه هي اللي كيخرج منها الخيط، وكنرجعوا لهادي. ملي كنرجعوا كيبقاو لنا جوج خاويين، وكنعمروا هاد الجوج بهذه الطريقه هذه. يعني الشرح بسيط ومفهوم للمبتدئين ولا اللي حريفيه ولا كل شيء. كنبداو نخدموا بهذه الطريقه هذه، وهذا هو الموديل اللي بغيت نشاركه معكم اليوم. هذه هي الخدمه، كنتمنى تعجبكم. كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. خليوا لي شي تعليق تحفيزي باش تدعموني وتشجعوني على انني نبقى نقدم لكم معلومات وافادات بالنسبة لكل ما كيخص بالخياطة التقليدية. وشكرا لكم، وفي فيديو جديد ان شاء الله.